أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم، وهذه العربية 360 حيث الخبر من كل زواياه ومن جميع جوانبه. روسيا تعترف بتسبب قلة خبرة جنودها في هجوم مكييفكا، وأوكرانيا تخشى تعبئة جديدة. مجلس النواب الأمريكي يحاول انتخاب رئيسه، والجمهوريون المشتتون يفشلون للمرة الرابعة. الجنيه المصري في أدنى نقطة في تاريخه أمام الدولار، وإطلاق شهادة بفائدة 25% للسيطرة على التضخم. وسيكون لدينا أيضا كوريا الجنوبية تهدد جارتها الشمالية بتعليق الاتفاقات الأمنية، وتتعهد ببناء قوة أكبر من حجم التهديد. 4 أيام على الضربة القاسية التي وجهتها أوكرانيا لروسيا في مكييفكا، لتتجلى في كل يوم فداحة الهجوم الأوكراني. يقول زيلينسكي إن روسيا تخطط الآن لتعبئة جديدة لشن هجوم كبير جديد، خصوصا مع زيادة الضغط الداخلي على بوتين. واليوم شنت روسيا 110 هجمات جوية على أوكرانيا، استهدفت فيها البنية التحتية في مدن مختلفة حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأوكرانية. ومع التصعيد بين الطرفين وفي ظل الانتقادات التي يتعرض لها بوتين بسبب ما حدث في مكييفكا، لم يعلق الرجل حتى الآن، وكان ظهوره الوحيد اليوم بخصوص تدشين قطعة عسكرية جديدة. أود أن أشكر أولاً وقبل كل شيء المختصين في مجمع الصناعات الدفاعية الذين ابتكروا وبدأوا الإنتاج الضخم لهذا السلاح الفريد. كما قلت بالفعل لا يوجد مثيل له في أي دولة في العالم. أنا متأكد من أن هذا السلاح القوي سيسمح لروسيا بحماية نفسها من التهديدات الخارجية المحتملة بشكل موثوق، وسيساعدنا في خدمة المصالح الوطنية لبلدنا. إذن لضربة مكييفكا تبعات تثقل كاهل القيادة العسكرية الروسية وتزيد من حرجها الداخلي. أخطاء متكررة وفشل تلو الآخر جعلها في مرمى الغاضبين من الموالين لحربها على جارتها الغربية أوكرانيا. لم تجد وزارة الدفاع الروسية نفسها قادرة على انتظار نتائج التحقيق في الضربة القاسية تلك، فحملت باللوم أو حملت اللوم بالحادثة لجنودها الضحايا. لكن كيف ذلك؟ السبب في هواتفهم المحمولة التي استخدموها بشكل مكثف، ما سهل من استهدافهم. ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 89 جنديا وفق المتحدث باسم الوزارة اللوتنانت جنرال سيرغي سيفريوكوف، الذي قال إن عدد رفاقنا القتلى ارتفع إلى 89 بعد العثور على مزيد من الجثث تحت الأنقاض. وأضاف أن هناك حاليا لجنة تحقق لجلاء ملابسات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن أن السبب الرئيس هو أن العسكريين شغلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها أسلحة العدو، بما يتعارض مع حظر استعمالها. حاليا تعمل لجنة للتحقيق في ملابسات حادث مكييفكا، لكن من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو الاستخدام المكثف من قبل أفراد الفوج للهواتف المحمولة، ما جعلهم في متناول أسلحة العدو، وسمح هذا للعدو بتحديد إحداثيات مواقع الأفراد العسكريين لشن ضربة صاروخية. يتم حاليا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة في المستقبل. نتيجة للتحقيق سيتم تقديم المسؤولين المذنبين إلى العدالة. تبرير الوزارة لم يقنع الغاضبين الذين صبوا جام غضبهم على القادة العسكريين، وليس الرئيس فلاديمير بوتين الذي لم يعلق حتى الآن على الهجوم. أحد الغاضبين المراسل الحربي الروسي البارز والحاصل على وسام الشجاعة من بوتين عام 2022، ونتحدث هنا عن سيميون بيغوف، الذي شكك في الأسباب التي سردتها الوزارة قائلا إن أوكرانيا حددت القاعدة الروسية بالطائرات المسيرة أو المخابرات وليس عن طريق الهواتف. وكتب على تيليجرام قائلا إن قصة الهواتف المحمولة ليست مقنعة للغاية، نادرا ما أقول هذا، ولكن هذا هو الحال عندما يكون من الأفضل
التزام الصمت على الأقل حتى نهاية التحقيق، وأشار إلى أن عدد القتلى سيرتفع. بدورهم أرجع مسؤولون بالاستخبارات البريطانية الضربة إلى الممارسات العسكرية الروسية غير المهنية، وكتبت وزارة الدفاع البريطانية عبر تويتر أنه بالنظر إلى حجم الضرر هناك احتمال واقعي أن تكون الذخيرة تم تخزينها بالقرب من أماكن إقامة القوات الروسية والتي انفجرت أثناء الضربة، ما تسبب في حدوث انفجارات ثانوية أيضا. وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي لديه سجل في تخزين الذخيرة بشكل غير آمن منذ فترة طويلة قبل الحرب الحالية، لكن هذا الحادث يسلط الضوء على مدى مساهمة الممارسات غير المهنية في ارتفاع معدل الخسائر في روسيا. في 29 من سبتمبر الماضي استعرضنا هنا في العربية 360 كيف اعترضت الاستخبارات الأوكرانية مكالمات هاتفية لجنود روس تحدثوا فيها عن ارتكابهم جرائم حرب وعن مواقعهم وعن فشلهم في دخول العاصمة كييف. حينها تحدثنا كيف عصى الجنود الروس المنتشرون في الخنادق والحفر وفي المنازل المحتلة في المنطقة المحيطة ببوتشا وهي ضاحية غربية من كييف، عصوا الأوامر من خلال إجراء مكالمات غير مصرح بها من هواتفهم المحمولة إلى زوجاتهم وأصدقائهم، وكانت ربما سببا آنذاك في كشف مواقعهم وفي فشل هجومهم ومخططهم. قال أحد الجنود في تلك المكالمات المسربة إن ثلث الفوج الذي يخدم فيه أبيد، بينما أفاد جنود من الفوج 331 المحمول جوا بأن الكتيبة الثانية بأكملها المكونة من 600 جندي قد تم القضاء عليها. الأخطاء ذاتها تتكرر ولم يتعلم القادة الروس والجنود لم يتعلموا أي درس من الماضي على ما يبدو، وهذا أمر مستغرب من الجميع في الواقع. لنستذكر وإياكم إحدى هذه المكالمات. غير الرئيس الروسي قائد الحرب في أوكرانيا 3 مرات منذ بدئها في فبراير من العام الماضي. تغير الأشخاص لكن الأخطاء مستمرة وتتكرر وبطريقة مستهجنة. يقول خبير أمني أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال إن العقلية السوفيتية لا تزال تحكم الجيش الروسي، المركزية المطلقة وتراجع مراكز القيادة، وإضافة إلى بعدها عن مسرح العمليات بسبب الخوف من الضربات الأوكرانية. كل ذلك أسهم بخلق العديد من المشكلات اللوجستية. أضف إلى ذلك تخزين الأسلحة الخاطئ كما ذكرنا. ضربة مكييفكا المحرجة قد تقود إلى انتقام روسي كبير، وهو ما حذر منه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي شخصيا قائلا إن روسيا ستشن هجوما كبيرا، خصوصا مع إطلاق جماعة قومية غير معروفة تدعم أرامل الجنود الروس دعوات لبوتين تطلب منه إعلان تعبئة واسعة النطاق لملايين الروس وإغلاق الحدود لضمان تحقيق النصر في أوكرانيا. فولودمير زيلينسكي: لقد بدأنا عملنا هذا العام بمعالجة أكثر ما تحتاجه أوكرانيا في الوقت الحالي قبل التعبئة التي تعدها الدولة الإرهابية، وهذا هو بالضبط الوقت الذي يتعين علينا فيه مع شركائنا تعزيز دفاعاتنا. ليس لدينا أدنى شك في أن أسياد روسيا الحاليين سوف يرمون كل ما تبقى لديهم لمحاولة قلب الوضع بالحرب وعلى الأقل تأخير هزيمتهم.
معنا من موسكو مراسل العربية عبد الجواد الرشد، ومن كييف حذيفة عادل مراسل العربية كذلك. أهلا بك عبد الجواد، يبدو أنك يعني تحت الثلوج التي تنهمر في العاصمة الروسية، ويعني لن أطيل عليك لأسألك عن الأجواء الإضافية التي لا تزال تتردد حول تداعيات ما حصل في مكييفكا. كيف تتعامل مختلف الشرائح الروسية الرسمية وغير الرسمية مع هذا الموضوع؟ مساء الخير طاهر لك وللزميل حذيفة. صحيح ما تقول، العديد من شرائح المجتمع الروسي يظهر الانزعاج لديها، إن كان لدى حديث الناس أو في مواقع التواصل الاجتماعي حول ما حدث عشية رأس السنة الجديدة طبعا، وخروج العشرات بين قتلى وجرحى من صفوف الجيش الروسي طبعا. وهؤلاء الأشخاص لهم وضع خاص باعتبار لا يملكون تلك الخبرة الطويلة في الأعمال القتالية، باعتبارهم تم دعوتهم للتعبئة خلال الفترة الأخيرة الماضية. طبعا طاهر، العديد من الشخصيات الرسمية في روسيا تحدثت عن سوء التقديرات وسوء القيادة نوعا ما في تلك المنطقة. حتى هذه اللحظة الجميع ينتظر بفارغ الصبر عملية التحقيقات. وزارة الدفاع كما تحدثت ستقوم بمحاسبة المسؤول عن هذا الموضوع، كما سمتها هي مأساة كبيرة من العيار الثقيل ضربت الكريملين عشية رأس السنة كما ذكرت. لذلك طبعا هو انزعاج كبير لدى كافة الناس لما حصل، هي خسائر كبيرة. الجميع يتحدث عن أن الأعداد قد تكون أكبر، قد تصبح أكبر باعتبار أن أعداد الجرحى هي كبيرة، وما زال العمل والبحث تحت الأنقاض جاريان حتى صحيح. هذه اللحظة. ولكن عبد الجواد، أوكرانيا تحذر من ضربة كبيرة انتقامية كما سمتها، هل هناك ما يؤشر روسيا على إمكانية حدوث ذلك، إضافة إلى إمكانية أن تستمع القيادة الروسية إلى دعوات بعض المتشددين بخصوص تعبئة مليونية وإقفال الحدود؟ يعني تعبئة مليونية تحدثت عنها اليوم أو تحدث عنها اليوم مجلس الدوما، والحديث طبعا كان على لسان نائب مسؤول الدفاع لدى مجلس الشعب الروسي وهو مجلس الدوما، حيث قال أن التعبئة القادمة لن تكون يعني خلال النصف عام القادم، والمدة طبعا المتوقعة هي بعد 6 أشهر من الآن، وهذا الشيء مرتبط بسير العملية العسكرية. لكن طبعا كما ملاحظ كما يدور الحديث لدى الدائرة العسكرية في البلاد بأن ضربات موسكو اليوم أصبحت موجعة، وأصبح بيان وزارة الدفاع يتحدث عن خسائر أكبر، الأعداد أصبحت تقدر بالمئات، يعني خلال اليوم الماضي قرابة 500 شخص بين قتيل وجريح. العديد من المناطق تم ضربها بصواريخ روسية أو بمسيرات، بالإضافة إلى إسقاط طائرات واحدة ميغ والثانية سو تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. وهذه الأعداد هي تأتي كخطوة رد من قبل موسكو بدءا من الأول من الشهر حتى اليوم وهو الرابع، والأعداد أصبحت تزيد عن 1500 شخص بين قتيل وجريح حسب رواية موسكو. طاهر أعود، تبقى معنا، أنتقل إلى حذيفة عادل الآن مراسلنا من كييف، حيث أعتقد أن البرودة أيضا شديدة جدا كما هو واضح، ورغم يعني سخونة ما يجري على الأرض والمآسي التي تحدث على الأرض. حذيفة، الجانب الأوكراني، الشرائح المختلفة أيضا على الأصعدة الرسمية وغير الرسمية، ما الذي تقوله بالشأن وتؤكده بشأن هذه العملية، وأي احتياطيات بعد تحذير الرئيس زيلينسكي من ضربة انتقامية؟ نعم، تحياتي طاهر لك وللزميل عبد الجواد. في الحقيقة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحدثت حول هذا الموضوع في أكثر من مناسبة. بودانوف هو رئيس الاستخبارات في اليومين الماضيين تحدث باستفاضة عن وضع الجيش الروسي وتوقعاته للوضع في الأيام القادمة، خاصة فيما يخص الهجمات الانتقامية المتوقعة من قبل الاتحاد الروسي، والتي حذر منها الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وقال أن الاتحاد الروسي يتصيد المناسبات الدينية والأعياد. وطبعا تعلم أن في 7 من هذا الشهر هنالك مناسبة أو عيد، وفي هذا اليوم تحديدا تتوقع كييف أن يكون هنالك هجمة واسعة النطاق. ولكن رئيس الاستخبارات
الاتحاد قال بشكل واضح أن الصفقة الأخيرة للمسيرات الإيرانية التي أبرمها الاتحاد الروسي حوت 250 طائرة مسيرة تم استخدام نصفها حتى الآن، لذلك الاتحاد الروسي غير قادر على إطلاق هجمات واسعة النطاق. سوف يجزئ هذه الكمية المتبقية له حتى يستطيع الحصول على صفقة جديدة والحصول على مسيرات جديدة، لذلك الهجمات قد تكون بأرقام قليلة حوالي 30 مسيرة في اليوم أو أقل من ذلك. أيضا الصواريخ التي يطلقها الاتحاد الروسي يحتاج إلى زمن طويل لإعادة تصنيع مثل هذه الصواريخ، هو أيضا الآن يبحث عن صفقات للصواريخ، يحاول أن يحصل على صواريخ من الشركاء، لذلك ليس لدى الاتحاد الروسي الآن القدرة على شن هجوم واسع النطاق، وإنما سوف يقوم بهذه الهجمات الانتقامية في مناسبات معينة وبعينها. أيضا الجانب الأوكراني يتحدث عن أن الاتحاد الروسي لن يحارب في أرض المعركة، لن يقاتل ولن ينفذ هجماته في مراكز تواجد الجنود والقوات في خط النار، وإنما سوف يقاتل المدنيين كما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وأيضا قال قائد الجيش أنه يقاتل المدنيين ويطلق صواريخه في المناطق المأهولة بالسكان. يعني في الفترة الأخيرة في تحديدا في خط النار الآن الجيش الروسي يحاول أن يفرض سيطرته على 3 مناطق رئيسية في منطقة باخموت، وذلك للتعويض كما قال قائد الجيش عن الخسائر الكبيرة والتي بلغت حتى الآن في اليوم حوالي 720 جنديا كما أفاد اليوم رئيس الاستخبارات العسكرية طاهر. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات حذيفة عادل مراسل العربية من كييف، عبد الجواد الرشد مراسل العربية من موسكو، تحياتي إليكما. يتجه مجلس النواب الأمريكي إلى فشل للمرة الخامسة في اختيار رئيس له، ولم يتمكن المرشح الأقوى النائب عن ولاية كاليفورنيا كيفن مكارثي من نيل دعم الأغلبية في مجلس النواب الذي سيطر عليه الديمقراطيون بعد الانتخابات الذي سيطر عليه الجمهوريون بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر، فيما لا يزال الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ. وبعد جلسة رابعة فشلت قبل قليل، أيضا الخامسة يبدو أنها فشلت، اتجه مجلس النواب إلى جلسة خامسة، ويبدو إذن أنها لن تكون أفضل حظا بانتظار الجلسات اللاحقة. نتابع هذه الصور على الهواء إذن مشاهدينا الكرام للجلسة الخامسة التي يبدو أنها تتجه للفشل في اختيار رئيس لمجلس النواب من الجمهوريين المشتتين والمتنازعين بين بعضهم البعض، خلفا لنانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي رئيسة الأغلبية الديمقراطية آنذاك أيام سيطرة الديمقراطيين على المجلس، وبانتظار الجلسات المقبلة لنرى إذا ما كانت كل الدعوات بما فيها دعوة الرئيس السابق ترامب لبعض الجمهوريين بتأييد ترشيح مكارثي، سنرى إذا كان ذلك يعني ينفع أم لا. الواضح بأنه الكل يحاول أن يمرر شروطه قبل تمرير تعيين أو اختيار مكارثي. ونحن نتابع هذه الصور إذن معنا من واشنطن مراسل العربية حسين الطود، أهلا بك معنا حسين. إذن يبدو أن الجلسة الخامسة أيضا اتجهت إلى الفشل بانتظار الجلسات الأخرى، على الأقل أعتقد واحدة لا تزال اليوم. هل يمكن أن تذلل العقبات التي منعت انتخاب رئيس لمجلس النواب في الجلسة السادسة؟ هل من معلومات جديدة؟ تحية لك طاهر، يبدو أنه سيكون هناك جلسة سادسة لأن الجلسة الخامسة الآن المرشح الجمهوري الآخر دونالدز حصل حتى الآن على 11 صوتا كما أرى هنا، هذا يعني أن هناك جولة سادسة قد تكون أخيرة لليوم. طبعا مكارثي حاول جاهدا خلال منذ البارحة وإلى اليوم أن يحصل على أو يؤمن العدد الكافي لحصوله على منصب رئيس مجلس النواب وهو 218، وكما أنه روج لفكرة تخفيض عدد المطلوب لفوزه بهذا المنصب من 218 إلى أقل إلى 213، شرط أن يلتزم بعض الجمهوريين الصمت أو يصوتوا بحاضر، عندئذ عتبة الأصوات تنخفض على حسب طبعا عدد الذين يمتنعون عن التصويت، ولكن حتى هذا لم يحدث. مكارثي بعد ذلك تعهد أكثر من مرة بأنه سيستمر حتى النهاية
في هذه الحملة حتى يفوز بمنصب رئيس مجلس النواب. طبعا الدعوات التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب وحتى نائبه مايك بنس نائبه السابق لم تلقى صدى كما نرى الآن لدى هؤلاء الجمهوريين من اليمين الذي يوصف باليمين المتطرف في الحزب الجمهوري. هناك الآن ما الأسباب التي يبدونها حسين؟ لماذا يمانعون وهم من الجمهوريين ولكن خطهم أكثر تشددا؟ لماذا يمانعون انتخاب مكارثي؟ طاهر هم يعتبرون أن مكارثي معتدلا، هو أيضا يتهمونه رغم أنه مقرب من دونالد ترامب ودونالد ترامب يدعمه، يعتبرون أن مكارثي لم يظهر الولاء الكافي لدونالد ترامب ولم يدافع عنه بشكل كاف خلال تحقيقات 6 يناير. هذه واحدة. هناك أيضا عندهم مطالب أخرى يقولون أنها لإصلاح مجلس النواب ولإصلاح الكونغرس. هم مثلا طالبوا بأن يكون لديهم آلية لبدء أو إطلاق عملية لعزل رئيس مجلس النواب من خلال التصويت لخمسة نواب جمهوريين بدل نصف النواب الجمهوريين. للأمانة مكارثي أعطاهم ذلك، تنازل في هذه المسألة ولكنه رفض مثلا التنازل في موضوع آخر. هناك العديد من الأمور هم يختلفون مع مكارثي عليها، يطالبونه بالكثير. مكارثي قدم تنازلات مؤخرا ولكنه لا يستطيع الآن وفق مراقبين أن يقدم المزيد، لأنه إذا قدم لهم المزيد سيبتعد عنه المعتدلون في مجلس النواب وعندها سيقع في مشكلة أخرى وهم لهم أبقى. سأشير إلى نقطة مهمة الآن تحدث في طبعا الأغلبية في الواقع، مكارثي لديه الأغلبية في مجلس النواب من الجمهوريين، من يقفون ضدهم أقلية من الجمهوريين ولكنها أقلية كافية لتمنعه حتى الآن كما رأينا من الحصول على هذا أو الفوز بهذا المنصب، منصب رئاسة مجلس النواب. ولكن ما يدور الآن في أروقة مجلس النواب هو الحديث عن موضوع أن يكون هناك مرشح توافقي بين الجمهوريين والديمقراطيين يكون جمهوري، ولكن حتى الآن الديمقراطيون يقول أنهم لن يتدخلوا لإنقاذ الجمهوريين، يعتبرون أن هذا مأزق للجمهوريين، عليهم أن يحلوا المشكلة بأنفسهم. هناك أيضا حديث عن إمكانية أن يتخلى مكارثي عن هذا الهدف لصالح ستيف سكاليس، لكن ستيف سكاليس هو أيضا من المقربين لمكارثي، والبعض من المعتدلين يقولون ما الفرق بين مكارثي وسكاليس، هما من نفس المدرسة، هما لا فرق بينهما وسيواجهان نفس المشكلة مع اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري. شكرا جزيلا لك حسين طود مراسل العربية من واشنطن على كل هذه المعلومات، ولنا عودة إليك وإلى مراسلينا عندما نتابع الجلسة 6 المفترضة أيضا لانتخاب رئيس لمجلس النواب الأمريكي بعد على أثر الفشل الذي حصل في 5 جلسات متتالية. شكرا لك حسين، ونتابع وإياكم من الأخبار العاجلة الواردة عن وزير دفاع إسرائيل الذي يقول لنظيره الأمريكي ملتزمون بفعل كل شيء لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. تخبط جديد للجمهوريين بعد فشلهم في تحقيق موجة حمراء في انتخابات نوفمبر كما أرادوا على الأقل، والآن ورغم فوزهم بمجلس النواب لا يستطيعون انتخاب رئيس لمجلس النواب. ترامب دعا الجمهوريين اليوم إلى التصويت لمكارثي إذن، وهو لم يكن موقف ترامب أمس أو في أيام الغموض الماضية حينما أحجم عن دعمه بشكل علني كما كان يقول حسين. هو يعتبر معتدلا ولا يرى ترامب مع مساعدين وحلفاء بأنه دعموا في تحقيقات أحداث يناير في الكابيتول. ترامب سحب من مكارثي الدعم بحجة أنه لا يقف خلف أيديولوجيته بشكل كامل، وبالتالي أغضب أعضاء جمهوريين تعد أصواتهم حاسمة لحسم منصب رئيس مجلس النواب. كسب البعض وخسر البعض الآخر. أمس تجنب ترامب الرد على سؤال من شبكة NBC نيوز حول دعمه لمكارثي، ولم يرد على السؤال بشكل مباشر ليقول سنرى ما سيحدث. ويضيف ترامب بشكل نصي العديد من النواب أرادوا الحصول على دعمي، لقد اتصل بي الجميع، هذا كل ما يمكنني قوله، سنرى كيف سينتهي هذا الأمر. انتهى الأمر اليوم بإعلان ترامب أنه يدعم مكارثي، لكن يظل عدد من حلفاء الرئيس السابق يرون المرشح لرئيس مجلس النواب بمظهر اللين مع الديمقراطيين.
إذا ذهبت إلى الشعب الأمريكي وسألتهم عما إذا كان كونغرس يقوم بعمل جيد وعما إذا كانوا يحبون الطريقة التي تدار بها الأمور في واشنطن، من المحتمل أن تسمع رفضهم للطريقة التي تدار بها الأمور بشكل كبير. نريد تغيير الطريقة التي تتم بها الأمور هنا. أيضا النائب عن فلوريدا مات جيتس الذي يعد من حلفاء ترامب يرى أن مكارثي لا يستحق أن يكون في منصب رئيس مجلس النواب، وصوت إلى جانب 19 جمهوريا آخرين بالأمس للنائب من ولاية أوهايو جيم جوردن كرئيس للمجلس، رغم أن ترامب في دعمه الأخير لمكارثي قال إنه سيقوم بعمل رائع حينما يصبح رئيسا، وعلى الجمهوريين متابعة ذلك. قدمنا لمكارثي عديد الشروط لكنه رفضها. سعينا للتصويت في الربع الأول من الكونغرس 118 على حدود الفترة، لقد رفض. أردنا ميزانية من لجنة الدراسة الجمهورية في الربع الأول، رفض. أردنا خطة الحدود التي وضعها وفد تكساس على الأرض، لقد رفض. نحن نعاني من أزمة ثقة مع مكارثي. اليوم في رسالة دعم ترامب لكيفن مكارثي قال إن على الجمهوريين عدم تحويل الانتصار الكبير في الانتخابات إلى هزيمة هائلة، لكن يبدو أن الدعم وصل متأخرا. يقول إنه تمت الكثير من المحادثات بعد فشل مكارثي في الحصول على التصويت، وقد حان الوقت الآن لجميع الأعضاء الجمهوريين بأن يصوتوا لصالح مكارثي وإنهاء هذا الأمر. ولم يترك ترامب غريمته السياسية نانسي بيلوسي دون انتقاد في رسالته، وأكد أن التصويت لمكارثي يعني إرسال نانسي بيلوسي إلى منزلها في كاليفورنيا وهي مكسورة. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب ب 222 مقعدا مقابل 212 مقعدا، وقد تسبب انشقاق النواب الجمهوريين في إحراج للحزب. إحدى العثرات أمام فوز مكارثي هي اعتقاد البعض في الجناح اليميني للحزب أن مكارثي لا يدين بالولاء بدرجة كافية لترامب الذي سيخوض سباق البيت الأبيض مجددا. يأتي ذلك رغم أن مكارثي مثلا رفض أن يمثل أمام اللجنة التي تحقق في أحداث اقتحام الكابيتول عام 2021 في إشارة دعم واضحة لترامب. كما وعد مكارثي الأعضاء الجمهوريين اليمنيين بإجراء تحقيقات تطال بايدن وعائلته وإدارته، إضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، وهو الأمر الذي يجعل مكارثي يسير على خيط رفيع، حيث قد يراه الوسطيون في الحزب الجمهوري أنه يرضخ لليمين، ما يعني احتمال نأيهم عنه. نحن بقون معكم في العربية 360 لنتابع ما لدينا بعد الفاصل، فأرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد. سجل سعر صرف الجنيه المصري تراجعا قويا جديدا أمام الدولار، حيث قيمت البنوك الدولار الواحد عند 26 جنيها و45 قرشا. يأتي هذا التراجع نزولا من مستوى 24.7 للدولار في تعاملات أمس.
وتعد هذه أكبر خسارة يومية للجنيه منذ أن سمح البنك المركزي بانخفاضه بنسبة 14.5% في 27 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وجاء الهبوط بعد قرار بنك مصر والبنك الأهلي المصري صباح اليوم طرح شهادات لمدة عام بالعملة المحلية بفائدة تصل إلى 25%. البنك الأهلي وبنك مصر وهما مصرفان مملوكان للدولة تحركا لإصدار شهادات استثمار مدتها سنة بفائدة 25%. الهدف هو إغراء حائز الدولار بتحويل ما لديه للجنيه للاستفادة من هذا العائد. فهل سيقبل البعض عليها؟ توفير الدولار له أفيد من أن يحوله للشهادات. من الأفضل اللي معاه دولار يبدله ويجيب شهادات من اللي هي الجديدة دي، العائد بتاعها عالي، لأن الدولار أكيد أسعاره هتبقى متوازنة في السوق في المرحلة المقبلة بعد إصدار هذه الشهادات. أسعار الصرف في البنوك المصرية بدأت تتحرك رسميا بعد هذا القرار، فيما وصفه البعض بأنه بداية التعويم الثالث لهذا العام، ووصفه آخرون أنه دليل على مرونة سعر الصرف في التماهي مع العرض والطلب. هذا التراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار دعا البعض للتشكيك في مدى إقبال المصريين على هذه الودائع. تحرك أسعار الصرف أو انخفاض الجنيه كان بقيمة أكبر بكتير من الشهادات اللي طرحت، يعني احنا اعلى شهاده تقريبا طرحت كانت 18%. ما زال هو الاتجاه للشهادات هو برضو ما قدرش ان هو يحافظ على ثروته او الممتلكات بتاعته مقاومه بالدولار. رفع الفائده على الودائع بهذا الشكل من شأنه ان يجذب المصريين للتخلي عن الدولار مقابل عائد مادي مجزي، ولكن في نفس الوقت هذه الفائده المرتفعه تقول الكثير عن الغلاء المتوقع في قادم الايام. تباينت توقعات الشارع حول معدلات التضخم في الفتره القادمه. لا، السلع اصلا مرتفعه اسعارها، مش مستنيه ده شهادات دي تعمل تضخم. المصريين هيحطوا مبالغ كبيره جدا في البنوك، فالنقد اللي معاهم في ايديهم هيقل، فاعتقد دي هتكنترول شويه في اسعار السلع. الحكومه المصريه كانت قد اجلت تحريك اسعار المحروقات والكهرباء كنوع من التخفيف على المواطنين، وبالتالي فهناك ترقب للاجتماع القادم للجنة المسؤولة عن تحديد سعر الوقود، لأن هذا أيضا يشكل عاملا هاما في تحديد تكلفة السلع ومن ثم في تحديد أسعارها. تامر نصرت، العربية، القاهرة. معنا من القاهرة الآن مراسلة العربية لشؤون الاقتصادية فهيمة زايد. أهلا بك معنا فهيمة. إضافة إلى المعلومات والشروحات التي قدمها تامر نصرت في تقريره، أريد أن تفسري لنا أكثر الفرق بين التعويم وسعر الصرف المرن. هل نحن أمام تعويم ولو كان مضبوطا إذا صح التعبير، يمكن أن تدققي لنا في المصطلح، أم سعر صرف مرن فقط؟ أهلا بك طاهر. في الواقع إحنا مرينا بعدة مرات من التعويم، يعني أول تعويم كان في عام 2016، وبعدها العام الماضي كان هناك تعويمين، الأول في مارس والثاني في أكتوبر مع إتمام اتفاق صندوق النقد. ومنذ الاتفاق مع صندوق النقد في 27 من أكتوبر تم الاتفاق على فكرة مرونة سعر الصرف، وأن يكون سعر الصرف متحرك وفقاً لقوى العرض والطلب. ومنذ ذلك الوقت والبنك المركزي يتحدث عن هذه المرونة وأن هناك مرونة في سعر الصرف، وبالتالي لم يتم ذكر فكرة التعويم الثالث أو التعويم الأول للعام الحالي مرة أخرى، إنما الحديث كله عن مرونة أكبر لسعر الصرف وفقا للاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي. جميل جدا. الآن عندما يتم إقرار طرح شهادات بالعملة المحلية من قبل البنك المركزي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، إلى أي مدى باعتقادك يمكن فعلا أن يجذب ذلك الأموال المصرية، خاصة في ظل حالة يعني خوف تصيب عادة الناس عندما يعني تبدأ هذه الأمور بالحصول والتكرار؟ في 21 مارس عندما تم التعويم الأول العام الماضي تم إصدار شهادات ادخار بعائد 18%،
ووقتها لم يستغرق الأمر أكثر من شهرين حتى يجمع البنك مصر والأهلي نحو 750 مليار جنيه. عندما تكررت القضية مرة أخرى في التعويم الثاني في 27 من أكتوبر، تم إصدار شهادات بعد ذلك من بعض البنوك المصرية الحكومية بنحو 17.25%. هذه الشهادات لم تلقى قبولا كبيرا، وذلك في ضوء النشاط الكبير الذي شهده السوق الموازي والسعر الذي وصل إلى تقريبا 36 جنيها للدولار. هذا كله دفع المواطنين إلى الاحتفاظ بالدولار بشكل أفضل، على أساس أن العائد الشهادة لن يجلب للمواطن الذي يحمل الدولار مكسب كمكسب الدولار نفسه وتحرك الجنيه. وأيضا مع القرار اللي طلع من صندوق النقد في ديسمبر الماضي بالموافقة على القرض لمصر، ذكر فيه أيضا مرونة سعر الصرف وأكد عليها، فهذا أعطى للمواطنين فكرة أن هناك ما زال فرصة لتحرك سعر الصرف بصورة أكبر وانخفاض أكتر للجنيه. ولذلك تم الاحتفاظ بالدولار، بل بالعكس كان هناك إقبال كبير جدا على شراء الذهب أو الاحتفاظ بالدولار، ولذلك شهدنا مضاربات كبيرة جدا على أسعار الذهب وأيضا مضاربات كبيرة في السوق الموازي. بس إذا استمر الوضع على ما هو عليه بعد هذا التراجع القوي الجديد في سعر صرف الجنيه، ماذا سيتبقى من خيارات أمام الحكومة لكي تحاول إنقاذ الوضع مع غلاء المعيشة وزيادة أسعار السلع؟ طاهر، من المرتقب يعني قرار تحريك سعر الصرف مرة أخرى وخفض الجنيه مرة أخرى كان متوقعا في ضوء ترقب مصر لحزمة المساعدات التي ذكرها صندوق النقد الدولي من الشركاء الدوليين وأيضا الشركاء الخليجيين دول الخليج، وهي بقيمة 14 مليار دولار. هذه الحزمة لن تكون، خاصة الاستثمارات الخليج، لن تكون مساعدات أو ودائع، ولكن ستكون عبارة عن استثمارات وشراء أصول مصرية. كان من المرتقب انخفاض الجنيه حتى يمكن لهذه الصفقات أن تتم، فلا يمكن أن تتم هذه الصفقات وهناك فجوة كبيرة جدا بين السوق الرسمي وغير الرسمي. فبالتالي في حالة حدوث إتمام هذه الصفقات وحصول مصر على إيرادات دولارية، يمكن أن يحدث تلاقي بين العرض والطلب ويخف الضغط قليلا على الطلب على العملة، وبالتالي يمكن أن يحدث التوازن ويبدأ كما حدث في عام 2016 عندما قفز الدولار بصورة كبيرة ثم تراجع بعد ذلك قليلا. شكرا جزيلا على هذه الشروحات الوافية، مراسلة العربية للشؤون الاقتصادية فهيمة زايد من القاهرة، تحياتي إليك. الأزمة التي أثارها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اقتحامه لباحات المسجد الأقصى لا تزال محط الاهتمام، حيث امتد الأمر لأجندة الوزراء المتشددين بحكومة نتنياهو الجديدة. مراقبون فلسطينيون أكدوا أن هذا التشدد قد يوحد صفوف الفلسطينيين ويعيد الاهتمام بالقضية الفلسطينية. في الوقت الذي سعت فيه إسرائيل في السنوات الأخيرة إلى تهميش القضية الفلسطينية وإخراجها من دائرة الاهتمام العالمي والإعلامي وترويج نظرية أن حل الصراع العربي الإسرائيلي سيحل ذلك الفلسطيني، للعكس، فإن سيطرة أجندة وزراء حكومة نتنياهو اليمينيين قد تؤتي نتائج عكسية. فاقتحام بن غفير الأقصى مثلا قوبل بتسونامي من ردود الفعل العربية والدولية، وأوصل ملف الانتهاكات في الأقصى والقدس إلى مجلس الأمن من خلال طلب عربي. التنديد الدولي والعربي بزيارة بن غفير للحرم القدسي واعتزام الائتلاف تعديل قانون المستوطنات، كل هذا وغيره يدل على أن الموضوع الفلسطيني يفرض نفسه وبقوة على نتنياهو. بن غفير كما سموتريتش يخطط لأن يضرب مجددا، حيث أعلن أنه سيحرم قريبا الأسرى الفلسطينيين من حقوق وامتيازات إلى جانب إطلاق اليد في البناء الاستيطاني، ما قد يقابل بإضراب جماعي عن الطعام وانفجار ميداني على الأرض ويوحد الفلسطينيين المنقسمين ضد إسرائيل.
وقد ينقلب السحر على الساحر وتلفي الحكومة اليمينية الإسرائيلية نفسها من خلال ممارساتها وتصعيدها على الأرض تجبر العالم والإقليم على التعاطي مع المسألة الفلسطينية بوتيرة متسارعة على حساب الأولوية الإسرائيلية التي تقول إنها إيران. يعني هذه الحكومة على تطرفها وعلى سوءها أعتقد أنه يمكن فعلا أن تكون فرصة لدى الشعب الفلسطيني. هذه حكومة منقسم حولها الشارع الإسرائيلي، لا يوجد إجماع حولها، منبوذة من حلفاء مهمين لإسرائيل خاصة في الغرب، الإدارة الأمريكية وأوروبا، وأيضا هي يعني تغلق كل الأفق أمام الفلسطينيين وبالتالي تدفع باتجاه توحيدهم. التزاوج بين يمين متشدد يغازل قاعدته الجماهيرية ونتنياهو المضطر لتنفيذ أجندات بن غفير وسموتريتش لمساعدته تشريعا على الإفلات من قبضة محاكمته في قضايا الفساد يفسر أنها أول حكومة من أصل 6 حكومات لا يتحالف فيها نتنياهو مع أحزاب وسطية أو يسارية أكثر قبولا في العالم. زياد حلبي، العربية، الأراضي الفلسطينية. مجددا إلى جلسة مجلس النواب الأمريكي الذي يفشل للمرة الخامسة على ما يبدو بانتخاب رئيس له، وكيفن مكارثي لا يزال غير قادر على تحصيل الأصوات 20 التي هو بحاجة إليها لكي يمرر انتخابه في هذا المجلس لرئاسته على أثر فوز الجمهوريين في أغلبية مجلس النواب. وهناك انقسام كبير بين أعضاء مجلس النواب الجمهوريين رغم دعوة ترامب نفسه لتأييد مكارثي، إلا أن بعض مؤيدي ترامب حتى الآن لم يقتنعوا بتأييد مكارثي. يبدو أنهم يريدون أن يضعوا المزيد من الضغوط عليه لكي يتماشى مع مطالبهم. وقد حصلت وتحصل مفاوضات واتصالات حثيثة في هذا المجال يعني تلبية رغباتهم وطلباتهم، وهم يعتبرون من المتشددين بدون شك. يعيبون عليه أنه معتدل بالنسبة إليهم وأنه لم يتخذ قرارات حاسمة ولم يقف بشكل كاف مع ترامب في التحقيق بأحداث الكابيتول. هذا منصب مهم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب سيكون ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد طبعا الرئيس ونائب الرئيس، نائبة الرئيس في هذه الحالة. هذه المرة نانسي بيلوسي التي كنا نراها قبل قليل ستغادر رئاسة مجلس النواب على أثر يعني رئاستها لفترة طويلة له في فترات الأغلبية الديمقراطية، ولكن الآن اختلف المشهد. سنبقي عينا. نتابع من تجارب كوريا الشمالية الصاروخية واختراق طيرانها المسير لأجواء الشقيقة اللدودة كوريا الجنوبية، ما أثار المخاوف في شرق آسيا المتجه نحو مزيد من التوتر. التنين الصيني الجامح وحليفه في بيونغ يانغ محط أنظار العالم. اخترقت طائرات مسيرة تابعة لكوريا الشمالية مجال الجارة الجنوبية مؤخرا. خرق لم يتحرك الجيش الكوري الجنوبي لمواجهته كما يجب على ما يبدو بناء على اتفاق أمني وقع عام 2018. الاتفاق المذكور وقع على هامش قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية حينها مون جي إين، يدعو إلى وقف كل التصرفات العدائية وإقامة منطقة حظر طيران على الحدود، إضافة إلى إزالة الألغام الأرضية ومواقع حرس الحدود داخل المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين. اتفاق انتقده الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية يون سو كيول بشدة. اقتحام الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار مجالنا الجوي هو حادث لا يطاق. كثير من الناس كانوا قلقين. يجب أن ندع كوريا الشمالية تعلم أن الاستفزازات تقابل دائما بعواقب وخيمة. يجب أن نراجع نظام الاستجابة الشامل لدينا ضد جميع الأجسام الطائرة التي تنتهك مجالنا الجوي، وأن نحسن على الفور عدم كفاءتنا. الرئيس الكوري الجنوبي الذي انتخب بناء على وعوده باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجارة الشمالية هدد بتعليق الاتفاق العسكري آنف الذكر في حال اخترقت بيونغ يانغ المجال الجوي لبلاده مجددا. ولم يكتفي يون سوكيول بتهديده، بل دعا جيش بلاده إلى بناء قدرة رد ساحقة تتجاوز حدود التناسب.
منتقدا بالوقت نفسه طريقة تعامل الجيش مع حادثة الطائرات المسيرة. سواء كانت لديهم أسلحة نووية أو أي نوع من أسلحة الدمار الشامل، يجب أن نرسل رسالة واضحة إلى الأشخاص الذين يقومون بالاستفزازات بشكل متكرر، ويجب ألا نخاف منهم أو نتردد. وتزامنا أو تجاوبا مع دعوة الرئيس، أمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي بتدشين وحدة شاملة للطائرات المسيرة تقوم بمهام متعددة بما يشمل المراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية وإنشاء منظومة لإنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيرة الصغيرة التي يصعب اكتشافها خلال العام الحالي. الاتجاه نحو التسليح وخلق منظومات جديدة لم تلتفت إليه سول فقط، بل الجارة اليابان أيضا التي زادت بشكل مهول ميزانيتها الدفاعية لمواجهة ما أسمته تحديا استراتيجيا غير مسبوق من قبل الصين. تتابعون معنا في العربية 360 أيضا، نشطاء المناخ يشوهون مبنى الحكومة الفرنسية ويتهمونها بعدم الوفاء بالوعود البيئية. أهلا بكم من جديد. قالت منظمة الصحة العالمية إن بيانات هيئة الصحة الصينية أكدت عدم اكتشاف سلالات جديدة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإصابات الحالية نتيجة لسلالة أوميكرون. وطلب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بكين بضرورة تقديم بيانات منتظمة وسريعة حول الوضع الوبائي في البلاد، معربا عن قلقه من تزايد الإصابات. من جهتها شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على ضرورة التنسيق المشترك مع منظمة الصحة العالمية بشأن مواجهة أوروبا لموجة كورونا القادمة من الصين. لدينا وجهة نظر مشتركة مع أوروبا بشأن كورونا في الصين. هدفنا إيجاد حل مشترك، ويجب أن نتعامل مع هذه الموجة القادمة من الصين بجدية بالغة. ولا نتحدث عن تعاون أوروبي فقط، بل التعاون مع منظمة الصحة العالمية أيضاً من أجل الشفافية الكاملة حول الوضع في الصين. إلى صورة اليوم في العربية 360 من نيويورك لنجمين متخفيين. هناك نتحدث عن نجمي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي. شهد النجمان بالقرب من ميدان تايمز سكوير في نيويورك أثناء حضور حفل وهما يحاولان التخفي لمنع أي شخص من التعرف عليهما. حكيمي في الزي الأخضر ارتدى كمامة وغطى رأسه، أما مبابي فارتدى ما هو أشبه بقناع أبيض لتظهر عيناه منه فقط، ورغم ذلك تم التعرف عليهما. واضحين. تصريح اليوم من العربية 360 هو لرئيس إستونيا آلار كاريس بشأن اللغة الروسية. يقول كاريس إن الأزمة الأوكرانية ليست سبباً لمحاربة اللغة والأدب الروسيين، وذلك تعليقاً على دعوات بتهميش اللغة الروسية في البلاد. يقول رئيس إستونيا التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي يوماً إن اللغة أداة والروسية لغة ثقافة ويجب تعلمها قبل اللغات الأخرى. يذكر أن اللغة الروسية يتم تدريسها في إستونيا كلغة ثانية. فيديو اليوم من العربية 360 من العاصمة الفرنسية باريس لاثنين من نشطاء المناخ الذين رشا المدخل الأمامي لمكتب رئيسة الحكومة بلون برتقالي احتجاجا على ما وصفاه بجرائم المناخ التي ترتكبها الدولة.
واعتقلت الشرطة شخصين على الفور وكانا يرتديان قمصاناً أو قميصين كتب عليهما من المذنب. وأصدرت الحركة التي ينتمي إليها الناشطان بياناً أكدت فيه أن فرنسا أخفقت في الوفاء بالتزاماتها للمساعدة في مكافحة تغير المناخ. طيب، نحن نختم العربية 360، ولكن نشير إلى الأخبار العاجلة عن بايدن. يقول إنه قلق من تعامل الصين مع كورونا، وناقش منح أوكرانيا مركبات برادلي القتالية، فيما الاتحاد الأوروبي قال إن الاتفاق على تقديم القادمين من الصين لنتيجة اختبار سلبية لكورونا إذا تم الاتفاق على ذلك. والتصريحات خرجت من السويد رئيسة الاتحاد. الاتفاق على تقديم القادمين من الصين لنتيجة اختبار سلبية لكورونا، كان الموضوع يعني مشتتا بين الدول كل بقرار.